أعتقد أن هذا الدرس افتتاحي مع الدكتور عبد الله وصوف يقترن بمشاتي الواسعة من الفرح المغربي، ويقترن كذلك بالتباري فوق رقعات خضراء في الملاعب الرياضية بقطر شقيقة، ويقترن بنكهة مغربية خاصة. ولعلنا ونحن نستشرف هذا الدرس الافتتاحي مع الدكتور عبد الله بوصوف أمين عام مجلس الجالية المغربية في الخارج، كان ثمة حدث بأن أبناء الوطن في المهجر، بأن المغربي في جغرافية العالم سيصنع لنا تجليات هذه الأفراح وفيضها المنهمر في الشوارع المغربية وفي أبرز العواصم العالمية. وحتى في تديننا، يعني عند الصوفية ولا عند اليهود، ليس المسلمين فقط وإنما حتى اليهود، اليهودية تمارس في الفرح. لهذا هذه الوسطية ليست حكرا على الدين الإسلامي، وإنما هي روح مغربية يتقاسمها جميع المغاربة إلى أي يعني دين انتموا، أو إلى ثقافة أو لغة أو جنس أو إلى آخره. يعني هي الروح ديال المغاربة، يعني بغض النظر عن الانتماء. إذا تأتي في هذه الظرفية، يعني ظرفية مهمة جدا متسمة بأيضا ما يقوم به الآن الإعلام، لأن من يقود يعني العملية الآن هو الإعلام، سواء بجانبها السلبي أو جانبها الإيجابي. يعني نرى ما يقع الآن في قطر، سواء من حديث عن مبادئ كونية حقوق الإنسان، قضايا المثلية، قضايا يعني التدين، قضايا الحقوق، قضايا الحريات الفردية، لأن وعيد طرحها، والإعلام هو اللي هو في المقدمة، وهو الذي يعمل يعني يحمل شعار يعني هذه القضايا. المشاركة اليوم في الدرس الافتتاحي في بيت الصحافي بطنجة، الموضوع ديالو حول الإعلام والهجرة، يعني يأتي في ظروف خاصة، ظروف اللي كنعرفوها جميعا هي مشاركة ديال الفريق الوطني يعني في نهائيات كأس العالم في قطر، وهذا الفريق اللي مكون يعني في نسبة كبيرة جدا من أبناء الجالية المغربية. إذا كيف يعني سنعمل إعلاميا على التعريف بهذه الكفاءات المغربية في الميدان الرياضي وفي غيره من الميادين، كما أن هذا الدرس يأتي في ظرفية خاصة أخرى متسمة بتشنج الهويتية والحروب، فكيف أن الهجرة اللي هي عمل استقرار، اللي هي عمل إغناء يعني للمجتمعات، كيف نحافظ عليها، ندافع عن مكتسباتها، كيف يكون إعلام يعني مرادف للدفاع عن التعدد، عن التنوع، عن الحريات إلى غير ذلك من الأمور. الدرس يتناول يعني دور الإعلام في الحفاظ على الحقوق ديال الهجرة عبر العالم، وكذلك الدور اللي خص يلعبوا الإعلام في بلادنا من أجل تعريف بالأهمية والمكتسبات ديال الهجرة، وما يمكن أن تقوم به يعني الهجرة المغربية في داخل الوطن أو الهجرة الإفريقية وراء الصحراء اللي كتأتي إلى بلادنا. كنا متفقين أو غير متفقين، ولكنها حقيقة واقعة، وأعاد النقاش حول مجموعة من القضايا: الانتماء، الهوية، الاحترام، التقدير، الاعتراف بالحرية الآخرين، القبول بالآخرين. إذا أعادها إلى الواجهة من جديد، كما قلت كنا متفقين أو مختلفين معها، ولكنها حقيقة واقعة. إذن هذا الدرس أعتقد في ظرفية مناسبة، ويجيب أو يستجيب على الأقل يعني لما هو موجود الآن يعني في الساحة الدولية والتي نحن جزء منها. وأعتقد أن تقليد الدرس الافتتاحي في بيت الصحافة بداية من كل سنة كنسعوا من خلاله قدر الإمكان استحضار والتخمين في بعض القضايا، بعض المواضيع التي تثير النقاش في مجالس المهنيين والنخب الثقافية والسياسية في حالة المغرب. واعتقادا منا بأن هذه العلاقة الجدلية بين الإعلام والهجرة اللي طرحناها النقاش في الدرس الافتتاحي للدكتور عبد الله بوصوف أمين عام مجلس الجالية المغربية كان فيه الكثير من الحدس، ولكن كان فيه الكثير
من الانتباه إلى ما يقترن بلعبة كرة القدم اليوم في قطر، وما تتيحه أقدام أبناء الوطن في المهجر من إمكانات صناعة الفرح للوطن الأم المغرب. الحديث عن الهجرة إعلاميا، أن الهجرة هي ربما المادة التي يطالها كثير من يعني الحيف ومن الظلم من قبل الإعلام. إن الإعلام سواء يعني في لنا عندما نتحدث عن الهجرة، نتحدث عن الهجرة بمفهومها العام، سواء يعني في البلدان والبلدان الغرب أو في بلدنا يعني أيضا، لأن نحن أيضا أصبحنا المغرب أصبح بلد مصدر للهجرة بعدما كان يعني أصبحنا نستقبل الهجرة بعدما كان بلد مصدر للهجرة وبلد عبور، أصبحنا الآن بلد مستقبل. إن الإعلام يتعاطى مع قضايا الهجرة، ولكن تعاطي فيه كثير من الانتقائية، وهي كما قلت المادة ربما الأولى التي تتعرض في بعض الأحيان للحيف وتتعرض للتشويه وتتعرض للظلم. يعني في الغرب مثلا كثير من نتحدث عن الهجرة وكأنها منبع ومصدر لكل المشاكل، ونتحدث عن الهجرة وكأن هناك هجوم منظم من طرف من قبل الجنوب إلى الشمال. وحتى المصطلحات يعني التي تستعمل، لأن اللغة ليست بريئة، مصطلحات ليست بريئة. عندما نتحدث عن الأمواج لفاك فاك دي ميغرون، عندما نتحدث عن الفلو، عندما تحدث عن الفلو، يعني المصطلحات المستعملة لها دلالة تحمل يعني مضامين سلبية، لأن فيها نوع من عندما نتحدث عن موجات الهجرة دي فاك، يعني هذه الكلمة خطيرة. أن الفاك يعني نحن نعرف تأتي السيل، يأتي على الخضر واليابس، يعني فيه شبيه يعني يخاطب لا شعور.